الهيدروليك بروفايل. ازاي ارسم هيدروليك بروفايل زي اللي قدامي ده في وقت بسيط جدا؟ مبدئيا هنا عندي مشروع او خط مواسير، عاوز ارسم خط مواسير من النقطه دي لحد النقطه دي. الطول ده كله 1500 والمسافه بين كل نقطه والتانيه 30 متر. ارجع هنا، هنا بكتب الماكسيمم ليفل يعني اقصى ليفل للنقط اللي عندي، وهنا الستيب ليفل يعني بقسم المستوى الرأسي ده كل قد ايه، وهنا المينيمم ليفل يعني اقل منسوب للنقط اللي عندي. وهنا بكتب الستارت لينس، وهنا الستيشن كل 30، وهنا بكتب التوتال لينس يعني طول الخط كله هيكون قد ايه. طيب اول حاجه بدوس على المين بوينت عشان انزل المخطط اللي انا هشتغل عليه في صفحه الاوتوكاد. فبكلك هنا عند اي مكان فاضي الاقي البرنامج اوتوماتيك نزل لي المخطط اللي هيترسم عليه البروفايل. ادي المستوى الراسي اتقسم كل نص متر، والمستوى الافقي اتقسم كل 30 متر، تمام. وادي كده الايه المخطط اترسم اوتوماتيك من غير اي ايه مجهود. طيب انا دلوقتي محتاج ارسم الناتشرال جلاوند، فبدوس على الزرار ده وبسلك على النقط بتاعه الايه الارض الطبيعيه زي ما احنا شايفين. هنا البرنامج بيلقط احداثي الزد لكل نقطه انا بكلك عليها، وبيعمل اسقاط لاحداثي الزد او الالفيجن بتاعها على ايه المخطط. يعني لو رجعت المخطط كده هلاقي البرنامج بيسقط لي النقط في نفس الاحداثيات بتاعتها، تمام، في نفس احداثي الزد بتاعتها بيسقطه لي على المستوى الراسي. وببدأ أختار النقط كلها زي ما احنا شايفين كده، كل نقطة يعني في دقيقتين بالظبط أقدر أرسم الخط الجراوند بسرعة عالية جدا. الموضوع كله يعني أوتوماتيك مفهوش أي مجهود، والخط اهو بيكمل معايا بيترسم معايا مفهوش أي. طيب كده أنا خلصت منسوب الأرض الطبيعية. لو أنا عاوز أرسم منسوب الخط المواسير أو البروفايل بتاع خط المواسير، فبعمل إيه؟ باخد كل النقط بتاعت منسوب الأرض الطبيعية أخدها كوبي وبيست وأنزل بيها بمسافة متر ونص اللي هي مسافة الخط اللي عندي. طبعًا ده لو خط مضغوط أو خط مية ما بيكونش، مش خط جرافيتي. هنشوف بعد كده هنشوف إزاي نعمل خط جرافيتي. يبقى انا دلوقتي عملت لاير جديده فيها النقط دي وهي على مسافه واحده من نقط الناتشورال جراوند بمتر ونص في احداثي الزد. ابدا اقول له البايب لاين وابدا ارسم خط الايه الماسوره زي ما احنا شايفين نفس الطريقه بتاعه الايه الجراوند بنفس الطريقه. انا كده برسم زي ما احنا شايفين برضو البرنامج بيلتقط احداثي الزد وبيسقطها في البروفايل. لو طلعنا فوق هلاقي ادي الخط الجديد اهو بيترسم اللي هو الخط بتاع الماسوره على مسافه متر ونص بالظبط من الايه من خط الجراوند، تمام، على مسافه متر ونص من خط الايه الجراوند مفيش اي مشكله. ابدا اختار كل النقط بكل بساطه وسهوله. طيب انا كده خلصت منسوب الايه منسوب البايب اللي هو الخط الاحمر ده، تمام، على مستوى متر ونص. طبعا في حاجه مهمه ان النقط دي انا اقدر اتحكم فيها، يعني مش شرط يكون متر ونص، ممكن مثلا اعمل جسه في المنطقه دي الاقي ان الخط في الارض في المنطقه دي صلده او كده، فخلي العمق هنا متر يعني ما خلوش متر ونص. فبكده قدرت ارسم البروفايل بسرعه. لو عملت هنا الويتس بس عشان يبان الخط بتاعي، ادي خط الجراوند وادي خط الماسوره اترسموا بسرعه عاليه جدا وبروفايل كامل اهو. ادي الجراوند الخط الاخضر وده الماسوره خط ماسوره الميه على عمق متر ونص زي ما احنا شايفين. ادي الجراوند، ادي الزد بتاع الجراوند احداثي الزد الجراوند، وده احداثي الماسوره، ودي الستيشنز، ودي الاكس والواي للنقطه دي او نقطه الستيشن. ده الاكس وده احداث الواي. لو شفنا هنا ادي بيديني بايب ليفل وبيديني احداث الاكس والواي والنشر جراوند. لو انا عاوز دلوقتي ارسم الخط الجرافيتي، تمام، يعني خط مثلا صرف صحي، فبعمل ايه؟ عندي خاصيه اسمها الايه الديفايد. يعني لو رسمت مثلا هنا كان ده الخط ده يعبر يعني بيمر بالنقط كلها، تمام، فانا هنا هنزل بالنقطه دي هنزل بيها 1.4 او 1.5، والنقطه دي ممكن انزل بيها السلوب بتاع الخط ده، يعني انزل بيها ايه
مثلا الخط ده 1000، لو السلوب بتاعي نص يعني انزل بيها 5 متر عن النقطة دي، وهكذا النقطة دي برضو هكون اقل من النقطة. اعمل ديفايد للخط، تمام، واقول له قسم لي الخط ده النمبر اوف سيجمنت عند 1000. ده 1600، لو قسمت 1600 على ال 30 هيديني 54، فهكتب هنا 54، تمام. الاقي الخط اتقسم ويتعمل لي النقط. بقت دي النقط بتاعه الايه، الخط اللي انا بقت دي النقط بتاعه الخط الجرافيتي، بحيث ان هو يكون ماشي جرافيتي معايا، وارسم الخط الجرافيتي بنفس الطريقه اللي انا رسمتها الخطوط الايه، لخط الماسوره وخط الجراوت.